السلام عليكم. Good morning. النهاردة هنركز مع بعض على النطق الصحيح Correct pronunciation. هنركز على النطق الصحيح لأيام الأسبوع Days of the week. Days of the week. هنركز على النطق الصحيح In British language. طبعا في اختلافات بين البريتش وبين الأمريكان. نطق اللغة الإنجليزية في البريتش كنطق بريطاني مختلف جدا عن الامريكان كنطق امريكي. النهارده in this video في الفيديو هنركز على ايه؟ على البريتش لانجويج. على البريتش لانجويج هننطق مع بعض days of the week ايام الاسبوع. ومعلومه كده بسيطه، in Egypt في مصر بنبدا الاسبوع بيوم السبت، في بعض الدول بتبدا بيوم الحد، بعض الدول الاخرى بتبدا بيوم الاثنين، عشان احنا الاجازة الرسمية لنا يوم الجمعة. ونبدأ مع بعض days of the week. Saturday. Saturday. نلاحظ ان الار لا تنطق. ليه؟ عشان الار في البريتش بعد الحرف المتحرك اللي هو اليو لا تنطق، وبنطول شوية في اليو وخليها long vowel زي كلمات كتيرة زي كا، مقولش كار طبعا. يبقى أول يوم ساتردي، أول يوم إيه؟ يوم السبت ساتردي. ساندي 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 يوم الأحد ساندي. ماندي 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 يوم الاثنين ماندي. تيوزدي Tuesday يوم الثلاثاء Tuesday. Wednesday 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 يوم الأربعاء. نلاحظ في الـ Wednesday الدي silent. في الـ English language في مجموعة من الحروف silent صامتة لا تنطق، تكتب ولا تنطق. هنبقى نعمل لهم فيديو إن شاء الله. يوم الخميس Thursday Thursday. نلاحظ ان اليو جي وراها R، فاليو تنطق long vowel، حرف من حروف المتحركة، النطق طويل واتجنب نطق الار. طبعا في الامريكان او في بعض اللهجات بيقولها Thursday ويوضحوا الار جدا، لكن في البريتش لا تنطق الار. يبقى Thursday Thursday. Okay. يبقى يوم ايه؟ الخميس. Friday 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 ده نطق سهل جدا. Friday يوم الجمعة Friday Friday. يبقى days of the week days of the week أيام الأسبوع are seven سبعة أيام. ومن خلال النطق days of the week لاحظنا ان في حروف silent حروف صامتة، لاحظنا ان في بعض الحروف تنطق مختلفة تماما عن كتابتها زي حرف الاس في بعض المواضع ينطق زد. شفنا برضو مجموعة من الحروف الديفثونج، يعني حرفين بيعملوا نطق حرف تالت. طبعا قصة نطق الحروف هنوضحها في حاجة اسمها الترانسكريبشن. ايه هو الترانسكريبشن؟ الترانسكريبشن ده هي مجموعة من الرموز بنطق بيها الكلمة. يعني في الانجليش لانجويج في اللغة الانجليزية في حوالي 26 حرف 26 حرف from A to Z، من حرف الـ A الى حرف الـ Z. لكن في 50 رمز، الرموز دي اللي بتسهل لي قراءة الانجليش لانجويج، فلازم نتعرف عليها. هنعمل فيديو مخصوص للرموز دي عشان تعرف تنطق بسهولة ويسر. بالنسبة لدايز اوف ذا ويك ايام الاسبوع بتاخد حرف الجر اون، حرف الجر اون. عايز اقول في يوم السبت اون ساتردي، اون ساندي، اون ماندي، اون تيوزدي، اون وينزدي، on Thursday on Friday. يبقى هنا on بمعنى في، طبعا في in بمعنى في، وad بمعنى في، وon بمعنى في.
كل أداة من الأدوات ليها استخدام. النهاردة بناخد on أيام أسبوع، on أيام أسبوع، وبرضو on بيجي معاها تواريخ. on تاريخ مكون من يوم وشهر وسنة أو يوم وشهر، يبقى on أيام أسبوع. هناخد مجموعة من الأمثلة دلوقتي على on. المثال الأول: We don't go to school on Saturday. We don't go to school on Saturday. نلاحظ ان Saturday يوم السبت جاء معاها حرف الجر on، يبقى نحن لا نذهب الى المدرسة يوم السبت. تاني حاجة: Saturday يوم السبت الاس كابيتال، يبقى ايام الاسبوع لازم نراعي البنكتويشن علامات الترقيم، ان ايام الاسبوع لازم تبقى اول حرف كابيتال مهما اختلف مكانها في الجملة. ليه؟ عشان يوم السبت هو يوم واحد في الأسبوع، فأنا بوضح إن في كام ساتردي في الأسبوع؟ واحد. والدبليو برضه لو لاحظنا كابيتال عشان بداية الجملة، ضمير في بداية الجملة، وفي نهاية الجملة فول ستوب عشان جملة خبرية. يبقى وي دونت جو تو سكول اون ساتردي، يعني لا نذهب إلى المدرسة يوم إيه؟ السبت. المثال الثاني: وي جو to school on Sunday. نذهب إلى المدرسة يوم الأحد. يبقى نلاحظ إن we W capital طبعا كضمير في بداية الجملة، Sunday S capital قبل أيام الأسبوع on، قبل أيام الأسبوع on. طبعا ممكن نقول we go to school on Sunday، نذهب يوم الأحد ونخصص، أو ممكن نقول we go to school on Sundays، نذهب أيام الأحد، نذهب أيام الأحد. يبقى يجوز جمع اليوم، Saturday تبقى Saturdays، طب Sunday Sundays، يبقى يوم السبت Saturday، Saturdays أيام السبت، طب Sunday يوم الأحد، طب Sundays أيام الأحد. أوكي، يبقى we go to school on Sunday، نذهب إلى المدرسة يوم الأحد. وإن شاء الله في فيديوهات تانية هنبدأ نتعرف على نطق شهور السنة، نتعرف على نطق أجزاء الجسم، نتعرف على نطق مجموعة من الأدوات التي تستخدم في الحديقة، نتعرف على نطق مجموعة من الملابس. يعني هنقسم جروبس، مجموعات لكل شيء، زي ما عملنا في days of the week هنعمل في months of the year شهور السنة، هنعمل في seasons of the year فصول السنة. هنبدأ ندخل الفصل ونعرف الأدوات اللي بتستخدم في الفصل، أو الطالب بيستخدمها في الفصل والمعلم بيستخدمها في الفصل. هندخل الحديقة ونعرف الأدوات اللي بيستخدمها الجاردنر الجنايني في الحديقة أو البستاني. هنبدأ نقسمهم لمجموعات عشان كل مجموعة نحفظوها فتبقى أسهل علينا وأبسط في المذاكرة. هنعرف مع كل مجموعة مجموعة من الأمثلة، هنعرف مع كل مجموعة إيه حروف الجر المناسبة. ولو أي حد عنده استفسار أو عايز شرح مجموعة قريبا يكتب لي في التعليقات وإن شاء الله نشرحها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.